6 أهداف مقابل 0 بملعب 8 مايو 1945 بسطيفة. مهرجان الأهداف افتتحه فاهم بوعزة في الدقيقة 34، وأضاف حسين مطرف الهدف الثاني في الدقيقة 45. أما في الشوط الثاني فقد سجل سوغار الهدف الثالث في الدقيقة 65، بينما سجل زيايا ثنائية في الدقيقة 67 و71. وفي الأخير اختتم بن شريف السداسية في الدقيقة 90. هذا، ويمكنكم مشاهدة المقابلة ظهيرة اليوم على القناة الأرضية. وفي ختام هذا